كان بيروت يوميا 6:30 مساء على كان تي في. رؤيا الجمعة 8 مساء على كان تي في. البريمو من السبت إلى الخميس 11 مساء على كان تي في. بيت الشدة يوميا 10 مساء على كان تي في. مع فاروق جويدة الخميس 8 مساء على كان تي في. بيت دعاء يوميا 8 مساء على كان تي في. مع الشيف فيفيان فريد يوميا 1 مساء على كان تي في. هذا البرنامج برعايه